الله الرحمن الرحيم. نعلمكم أول أمر هو السريال نمبر. السريال نمبر شلون نكتب W M I C P I O S get سريال نمبر. ودير بالكم تكون فراق بين السريال والنمبر. شوف هسه راح نضغط انتر. ايش طلع عنا؟ طلع عنا رقم التسلسلي. المن لهاي الحاسبة انا جاي استعمل. هسه الامر الثاني اللي هو اسمه تايتل. التايتل شنو يغير لنا اسم؟ شوفوا هذا هنا يغير الاسم هنا فوق هاي مال نافذة الدوز. هسه مثلا انا اريد الاسم اسميه علي فرضا، راح اسميه علي. شنو راح ادخل الامر اللي هو تايتل تايتل تبهو ياي تايتل فراغ بالشنو بالمصدره بالمصدره تايتل هاي المصدره بعودها. هسه راح ندخل اسم، راح ندخل اسم شنو علي فرضا. تغيرت عندنا النافذه صارت شو اسمها، صارت اسمها علي. شفتوها؟ الامر الثالث اللي هو معرفه اصدار الحاسبه. شنو معرفه اصدار الدوز، العفو مو الحاسبه، الدوز. شلون راح نعرف اصدار الدوز؟ شو راح ندخل؟ راح ندخل امر اللي يسمونه في اي ار، اختصار الكلمه فيرجن. راح ندوس انتر. ايش طلع عنا؟ طلع عنا الاصدار مال الدوز، تمام، نظام الدوز الموجود على الحاسبه. هسه الامر الثالث هو انه اذا بدنا نستعرض ملف، يعني بدنا نروح الملف، شو راح نسوي؟ راح نكتب سي دي فراغ اسم الملف. شو اسمه مثلا؟ ديسك توب. هسه وين دخلنا؟ دخلنا على الديسك توب. اريد نستعرض الملفات اللي ببطنه، نقول له دي اي ار. طلعت لنا الملفات وين؟ ببطن الديسك توب، تمام. هسه الامر الرابع، الامر الرابع اللي هو الديت. شنو التاريخ؟ التاريخ شنو الديت اللي هو التاريخ. شلون نكتبه؟ نكتب ديت وننطي انتر. شو طلع لنا؟ التاريخ الموجود على الحاسب. الامر الخامس، شنو الامر الخامس؟ اللي هو التايم اللي هو الوقت. شلون نعرض الوقت؟ نكتب تايم وننطي انتر. شو طانا؟ الوقت الموجود او المسجل على الحاسبه، تمام. هذا بسيطات. هسه هنا شنو قال الاستاذ؟ انتر ذا نيو تايم. انتر ذا نيو تايم يقول لك اضغط على المفتاح الانتر على شنو تدخل امر، بينما انت اذا هنا ودخلت الامر مالتك ما راح يتنفذ ابد. هسه راح ندوس انتر. دسنا انتر نقدر ندخل اي امر ثاني ويتنفذ مع هم ضغط انتر. الامر السادس، الامر السادس هو راح نشوف الالوان شلون تطلع لنا وكل لون له رقم. نضغط الامر السادس فراق شيفت وعلامة السؤال وننطي انتر. شوف شنو طلع لنا؟ طلع لنا كل رقم والى لون، كل رقم تشوفون والى لون مقابله. راح نختار اي لون مقابله. هسه شو راح نضغط؟ راح نضغط انتر. هسه شو راح نختار؟ راح نختار لون بحيث يغير لنا لون الخط. امر العفو، راح نختار امر يغير لنا لون الخط، مثل كلا فراق خلينا نختار رقم 4. اختارينا. هسه مثل ما تشاهدون هنا تغير اللون الى اللون الاحمر. احنا دائما خلي بالنا انه نحفظ يا رقم، نحفظ رقم 7 ونحفظ حرف F، لان ذنا مهمات. ليش؟ رقم 7 يخلي لك الخط يصير ابيض وهذا المطلوب على مود الاستاذ يبين يشوفه اللون الخط يبين. هسه شو حنختار؟ كلا فراق لون الخط يا لون قلنا 7 تغير، تمام. هسه راح نختار نغير النافذه. شلون راح نغير النافذه؟ راح نغير النافذه. هسه عرفت شنو غيرنا؟ غيرنا فقط لون الكتابه الخط اللي هي، اوكي. هسه شنو راح نغير؟ راح نغير لون النافذه. شلون راح نغير لون النافذه اللي هي؟ راح نضغط كلا وفراق. شو راح ندخل هسه؟ راح ندخل رقمين او حرفين. راح ندخل مثلا احنا قلنا 7 اللي هو رقم لون الابيض. اذا دخلنا 7 اللون الابيض ايش راح يصير الخط؟ ابيض. مثلا دخلنا 7 و9 7 و9 ايش تغير؟ تغير لون النافذه بيضة وصار لون الخط شنو؟ ازرق. اذا هنا جوا
شنو عندنا السبعة اللي هي باك راوند اللي هي لون الخلفية، والتسعة لون الخط. تمام. هسه الأمر السابع، الأمر السابع شنو يقول؟ يقول كلير سكرين، مسح جميع البيانات على نافذة الدوس. شلون راح نمسح جميع هاي البيانات اللي تشوفوها قبالكم؟ راح ندوس CLS اللي هي اختصار الكلمة كلير سكرين، يعني تنظيف الشاشة. راح ندوس انتر. بعد ما ضغطنا او كتبنا CLS راح نضغط انتر. شوف رجعنا وين الاول سطر الكلمة اللي عازات اللي كنا ندخل اعاز ونطبق عليه. هسه نجي للامر الثامن، الامر الثامن لعرض اسم قرص النظام. شلون الامر اللي حندخله ها نكتبه ويعرض لنا اسم قرص النظام؟ هو VOL مختصر لكلمة Volume Label. تمام. راح ندوس انتر. شنو طلع لنا؟ طلع لنا Volume and Driver C. اذا اسم قرص النظام شو اسمه؟ C. من اقله هنا انا شو راح نسوي؟ عندنا امر التاسع، الامر التاسع كوبي كون والنوبه اسم الملف، كوبي كون والنوبه اسم الملف. شنو هذا؟ راح ينشئ لنا ملف، هذا الملف نقدر نعدل عليه، مثلا ندخل به معلومات والنوبه نحفظها والنوبه نستعرضها. خلينا نشوف شلون راح نسوي ملف باسم، باسمي انا او باسم سجاد او باسم حسين او باي اسم راح نسميه. على سبيل المثال اسم اي، خلينا نسميه حرف اي. خلينا نجي كوبي كون والكون بيناتهم فراغ، انتبهوا بهاي المصطلح. شلون ندخل الفراغ؟ ندخل الفراغ بهاي المصطلح. تمام. هسه شو راح نسوي هنا؟ كوبي كون بيناتهم فراغ قلنا، وهسه راح ندخل اسم الملف اللي احنا نريد نسويه ونكتب به معلومات والنوبه نحفظه والنوبه نستعرضه. تمام. هسه راح ندخل مثل حرف اي اللي هو اسم الملف، انتبهوا وياي. شنو طالنا؟ دخلنا رجعنا وين ليه جوا سوا. شو قال لي؟ يقول لي ادخل المعلومات مالت الملف اللي سويتها جديد. شنو المعلومات؟ خلينا نفرض بي سي دي سي بي سي اي. تمام. هسه شو راح نحفظه؟ شو راح نحفظه؟ شيفت واف 9 او كنترول، عفوا كنترول وزت، كنترول وزت. شوف العلامة طلعت مثل ما قال الأستاذ، هاي كنترول وزت، كنترول وزت طلعت لنا هاي العلامة. هسه راح ندخل انتر. شنو طلع لنا؟ وان فايل بين قوسين اس كومبايد، يعني الملف تم انشاؤه. هسه نريد نستعرض الملف. هسه شلون راح نستعرض الملف؟ راح نستعرض الملف من خلال امر يسمونه تايب فراغ اسم الملف. شو اسم الملف سميناه؟ اي. استعرض لنا الملف اللي شنو كنت انا مدخل بيه المعلومات؟ بي وسي فقط. تمام. هسه شو راح نسوي؟ راح نحذف هذا الملف. راح نحذف هذا الملف. شلون راح نحذف هذا الملف؟ هسه راح نحذف الملف اللي احنا سويناه. شلون راح نحذف الملف اللي سويناه اللي هو باسم اي؟ شلون راح نحذفه؟ نكتب DELETE اللي هو اختصار الكلمة ديليت، انه فراغ اسم الملف اللي هو اي. انحذف الملف. هسه حاليا انحذف الملف. خلينا نجي نستعرضه نشوف يطلع لنا الملف لو لا. راح نقول تايب واسم الملف اي. طلع عنا اسم الملف؟ لا ما طلع عنا. The system can't find the file specific، يعني يقول لنا يعني الملف ما موجود. تمام. هسه طلاب راح نغير اسم الملف. شلون راح نغير اسم الملف؟ شوفوا وياي شو راح نسوي. راح نسوي امر اللي هو الامر ال11، امر ال11 او ال11 rename عفوا rename R-E-N النوبة. نكتب اسم الملف القديم اللي هو مسميناه احنا اي، النوبة اسم الملف الجديد اللي هو مثلا خلينا نفرض اتش. تغير هسه اسم الملف صار اتش، كان اي صار اتش. هسه شلون راح نستعرضه؟ راح نكتب تايب اللي هو ندخل الامر الاتي تايب فراغ اتش. طلع لنا الملف لو ما طلع لنا؟ اذا عرفتوا شلون نحذف ملف وشلون نسوي ملف وشلون نغير اسم الملف. تمام.
هسه شو راح نسوي؟ الامر الثالث عشر اللي هو ايكو. شنو معنات ايكو؟ هسه راح نشوف شنو معنات هذا الامر. ايكو خلينا نشوف ايكو ايكو فراغ. هسه راح نكتب فرد جملة، اسم، حرف. راح نكتب ابسط شيء اسمي او اسم اي اسم حسين نفر، ونضغط انتر. ايش طبعنا؟ طبعنا حسين جوا. هاي هذا الامر هو يطبع لنا جمله او حرف او اي رقم اسم يطبع لنا اياه. وين خلينا اياه؟ بالاسفل. شوفوا حسين، واسالكم الدعاء ان شاء الله.